نسمع الأول حمد النجاز. من قبل اني الحقيقه لعبت ضد الاهلي اكثر من الزمالك، وكسبت الاهلي اكثر من كسبت الزمالك. وان شاء الله مع فريقي الجديد ان شاء الله الزمالك، مش نكسب ان شاء الله الاهلي. انت جاي متسيستم عشان تلبي جمهور الزمالك. لازم لازم لازم. اللقاء بتاع الاهلي والنجم الساحلي اللي كان هنا في مصر، وكان فوز كبير وعريض للنادي الاهلي 6-2 على النجم الساحلي، بتفسر بعد مرور فتره هو على اللقاء ده، بتفسر اداء النجم في اللقاء ده ازاي دلوقتي؟ يعني شايف ايه السبب ان انتوا ظهرتوا بالشكل ده؟ والله ما الحقيقه ما كناش في نهارنا، اللعيبه الكل ما ادتش مقابله محترمه معناتها جيده، وكما تعرف حتى جماهير الاهلي ولا اللعيبه نتاع الاهلي ما همش مصدقين اللي هما كسبونا معناتها بالنتيجه هذيك. وان شاء الله بقدره ربي مازال ماتشات، وان شاء الله علاش لا، معناتها كان فريق النجم ان شاء الله يلعب مره اخرى ضد الاهلي، ولا فريق جديد ان شاء الله الزمالك نجم نكسب ان شاء الله الاهلي بالنتيجه هذيك ان شاء الله. الاهلي عرض عليك ان انت تنضم لي؟ والله في مكالمات لكن ما كانتش رسميه، لكن الحقيقه لما جاني عرض رسمي من الزمالك وشي خيرت باش نمشي لفريق الزمالك. طب لو كان قدامك عرضين من الاهلي والزمالك كنت تختار ايه؟ الزمالك الحقيقه. طب انا في طبيعتي ما نحبش الفرق معناتها في العاصمه، كما نقولوا نحن الريال مدريد ولا مانشستر ولا في اي معناتها بلد، ما نحبش اللي يبدا الفريق هو باخذ معناتها كما نقولوا نحن اكثر بطولات في اشمعنى غريبه دي، مع ان اي حد يقول لك لا انا اروح للفريق اللي اكثر بطولات عشان يعني في بلاتفورم كويس واقدر احقق معناتها كويس. في مصر كما نحن في تونس معناتها النجم ولا الترجي معناتها نخير النجم معناتها اكثر لي فريق وكل شيء، وفي الحقيقه في مصر معناتها نحب نلعب في الزمالك احسن من الاهلي الحقيقه. كيف ترى برشلونه والريال خسروا 6 معناتها عادي. اي فريق كبير ينجم يخسر، وفي المواجهات معناتها نصور فريق النجم معناتها كسب الاهلي اكثر من هما كسبونا. الاول قبل ما اروح لك، عشان انا عارف ان عندك كلام عايز تقوله، بس انا عايز اقول لابراهيم الاول، استاذ ابراهيم اخي الاصغر، وانا بحب الراجل ده وعارف انه زملكاوي، وهو بيقول لي انا عامل ايه. ابراهيم عبد الجواد. ابراهيم عبد الجواد. لكن ما هو انت اصلا السؤال ده متكرر للعيبه. طب لعيب بيلعب في نادي بتساله انت لو اتعرض عليك نادي هيقول لك لا انا يا ريت كنت لعبت في الاهلي. يعني متوقع الاجابه تكون ايه؟ ما هذا احراج للضيف. يعني انا ساعات بعذر الضيف او اللاعب اللي يقول لا انا عشقي يعني بلعب في الاهلي، لو اتعرض عليك الزمالك هيقول لك ايه؟ الزمالك نادي كبير وبحترمه، بس لا الحقيقه انا طول عمري من عيله اهلاوي. هيقول ايه؟ وده لعيب يعني اجنبي، من الطبيعي جدا انه يقول لا انا افضل ال، بس هو سبب غريب شويه انه ضد الفرق اللي بتستحوذ على البطولات، فرق العاصمه، هو عايز يروح لفرق ما تكونش بتكسب بطولات كتير عشان يجيب لها هو بطولات، عشان هو يجيب لها بطولات. طموح. لكن يعني عايز اقول لك على حاجه، هو في الصعيد بيتقال لك يا عم النجاز ما تنجزش فيها فبطل تنجز فيها، ما تستعجلش مصيرك ووضعك. لا لا لا، لكن فكره انه اصل النجم الساحلي وانا بلعب معاه او ماتشاته مع النجم تفوق على الاهلي بكتير، لا الاهلي والنجم لعبوا مع بعض 6 مرات، الاهلي فاز 2، النجم فاز 2، اتعادلوا مرتين، واخد بالك؟ الاهلي سجل في النجم 9 اهداف والنجم سجل في الاهلي 6 اهداف، دي لقاءات الاهلي مع النجم. لكن لو انت عايز ككابتن او نجم للمنتخب التونسي، عايز مره ما نتعادلوا فيها كسبنا فيها السوبر، تمام؟ يعني لو انت عايز تعرف حقيقه وقيمه الاهلي لدى الكره التونسيه فلا ينبئك قدر عصام الشوالي. نشوف. احنا من 2010 التوانسة لعبنا ضد الاهلي 19 ماتش بحناهم 3 مرات فضيحة، جاوا ربحوا الترجي 3 مرات في رادس، 2012 فينال، 2015 كاف، 2017 يطمعك عليه يجي نحيالك في الرتور. 19 ماتش بحناهم 3 مرات فيهم عامين بطولة واقفة، مخك يقف بالستات. الأهلي
رابح التوانسه 18 مره، احنا رابحين 8 مرات. سايب الاهلي. الاهلي كمل معاها 10 فيناليات هزوا 8. احنا الترجي وصل برشا. ميثود ريوسيت في الفيناليات فضيحه. سور لو بلون مونتال فما شخصيه المواطن. ما نخلوذش باش نفهمك. في شخصيه المصري. مصر ام الدنيا ومصر احسن دوله في العالم، صحيح ولا لا؟ منعكس على شخصيته، ما يكبر في عينه حد. باعتبار هو يرى روحه سوبيريور، هو اعلى منك. دونك على 30 فينال في المسابقات الافريقيه، المصاروه هزوا 23 تيتر. نسبه الاخفاق عندهم قليله. في الشامبيونز ليج الزمالك 5 على 7. الاهلي 8 على 10. اللي طايح لهم شويه الكوتا هو الاسماعيلي، خسر مرتين وغزل المحل. كاليبر اخر. الصحاح نتاعهم 17 فينال هزوا 13. اش تحكي خويا؟ نكونوا واقعيين، لازم ننظروا للمرايه باش نشوفوا. انا توا نعطي فيك في ارقام، نعطي فيك في ارقام. شنو احنا ثيابو والاسماء والفرقنا ونغولوا فيها ونوحشوا فيها ونكبروا فيها ونسيدوا فيها ونصدروا فيها. اما لا لا ليش يقول يا صاحبي 20 لقب افريقي راه. ما هو اصله كلام الشوالي واضح وحاسم، والمقارنه بعيده كل البعد بين الانديه التونسيه، لكن كلام ايضا النقاز هو برره. انا ما بحبش الفريق اللي بيكسب بطولات، خلاص هتقول له ايه؟ مكسور الخاطر. لا مش مكسور. انا لا مش عايز اقول لك، خلاص انت في الزمالك من حقك تبرر وجودك في الزمالك وانك بتحب الزمالك. بالزبط. هذا واخلص لعملك وركز فيه. ما انا يعني حاجه ما تزعلناش بصراحه يعني، انما لا تقلل من انجازات الاهلي او تحاول تصوره في صوره الوحش، اذا كان هو وحش بملعبه بس.